الصيدليه موجهه مثلا غير الساكنه، لا الصيدليه موجهه للقطر الصحيه المعنيه بكل خليه مثلا. نعطيو مثال، الممرضه اللي مسؤوله عن امراض المسكينه هي نفسها كتقدم طلب واحد الكميه ديال الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور خرمز فؤاد، مندوب وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه بإقليم خميسات. حنا اليوم بجماعه الخميسات وحي تنظموا يوم ديال الابواب المفتوحه لهذا المركز هذا بعد ان تم تدشينه من طرف السيد وزير الصحه والحمايه الاجتماعيه. اليوم حنا كنديروا زياره ليه مرفوقين بالمجلس القروي وكذلك فعاليات المجتمع المدني وكذلك بعض الناس الذين يشتغلون في المصالح الخارجيه. هذا اليوم هذا الهدف منه هو تعريف الساكنه بهذا الانجاز هذا اللي هو كيندرج في اطار ورش ملكي الرامي الى النهوض بالمنظومه الصحيه وتجويدها، تستجيب لمتطلعات صاحب الجلاله نصره الله وكذلك لرعاياه الاوفياء بهذه المنطقه، وكذلك تجي تنزيلا لهذه النظره الملكيه الصائبه اللي كترمي لنا ما يبقاش فرق ما بين الباديه والقريه فيما يخص الخدمات الصحيه. فانتم كتشوفوا هذا الصرح هذا مهم جديد، مواصفات جديدة وكنسميه من الجيل الجديد ديال المراكز ليكون في مستوى الخدمات اللي كيبغيها صاحب الجلالة رعاياه. الآن إقليم الخميسات استفد من تجهيز ديال 10 مراكز بهذا المستوى هذا اللي كتشوفوا، والآن نحن في الطور تجهيز مراكز 2 أخرين اللي هما الياسمين و أيتيادين، بالإضافة أننا مستمرين في هذا المسار في الشطر الثاني حتى يتم ان شاء الله الرقي بالمصاف ديال هذه المراكز الى هذا النوع هذا من التشييد والخدمات.